ركوب الخيل وعشق خبيبة فوق الشجر والحمر والسود. صح لسان شاعرنا سمو الأمير خالد الفيصل، وأهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم فروسية. طبعا مشاهدينا احنا قد ما نقدر راح نحاول انه نوصلكم على عالم الخيل اكثر، سواء بطبيعته او سواء بطبيعة حياته. راح نعطيكم تعليمات كثيرة مثل ما قاعدين نعرض لكم بالتقارير السابقة بالحلقات السابقة. اذا حابين تعرفوا مشاهدينا ايش معنا في حلقتنا لهذا اليوم، خلينا نشوف العناوين. في هذه الحلقة تشاهدون: انتخاب صاحب السمو الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله رئيساً للاتحاد العربي للفروسية، لقاءات خاصة مع رؤساء اتحادات الفروسية العرب، يوسف الطريف أسست الإسطبل بالفرس زهرة سارة، الاتحاد الإماراتي للفروسية يعدل قوانين قفز الحواجز، نادي أعيان للفروسية نختص بتدريب الصغار والسيدات، أحمد الحضرمي أعشق الخيل لذلك احترفت تصويرها، أحلام تخوض مرحلة التدريب وقفز الحواجز يحتاج لنفس طويل. أولى فقراتنا مشاهدينا رح نبدأها من السعودية. في الأسبوع الماضي تم تنصيب صاحب السمو الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله رئيساً للاتحاد العربي للفروسية. طبعاً كاميرا برنامج فروسية كانت موجودة أثناء الاجتماع. إذا حابين تعرفوا إيش قال لنا صاحب السمو الأمير عبد الله، خلينا نشوف سوا في اللقاء القادم. انعقد الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للاتحاد العربي للفروسية بالرياض في مطلع الأسبوع الماضي بحضور رؤساء ونواب وأمناء سر الاتحاد العربية للفروسية أعضاء الجمعية العمومية، وذلك لانتخاب رئيساً للاتحاد العربي للفروسية، حيث تم انتخاب رئيس الاتحاد السعودي للفروسية صاحب السمو الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله رئيساً للاتحاد العربي للفروسية، كما تم اختيار محمد الدوسري أميناً عاماً للاتحاد العربي للفروسية. إن شاء الله يكون يطلع بالنتائج اللي الجميع ينظر لها إن شاء الله، ونكون عند حسن ظن قياداتنا فينا إن شاء الله، وأنها تكون خطوة جديدة لإحياء هذا الاتحاد وتذليل كل الصعوبات وكل الشوائب اللي تواجه الاتحادات العربية إن شاء الله في خدمة الفروسية وخدمة الفرسان، وأن إن شاء الله نكون خير من يمثل إن شاء الله بلادنا في هذا المجال. شكرا لكم مرة ثانية، وشرفتونا في بلدكم الثانية المملكة العربية السعودية. نشكر أخواني رأس الاتحادات على الثقة، وأتمنى إن شاء الله من الله سبحانه أن يوفقني لخدمة رياضة الفروسية في وطننا العربي. العمل في الاتحاد طبعا السعودي مختلف، والعمل في الاتحاد العربي يختلف. كل اتحاد له أجندته وله تنظيمه. بالنسبة لنا في الاتحاد السعودي الفروسية، فالجدول والبرنامج الزمني واضح بالنسبة لكل البطولات، سواء قفز أو تحمل أو التقاط أو تاد أو رياضة الماراثون، فماشين عليها. الموسم بدأ، وإن شاء الله الأكيد أنه بإذن الله بيكون موسم حافل بمنافسات قوية شريفة بين الفرسان إن شاء الله. إن شاء الله بيكون الاتحاد العربي بإذن الله مظلة الاتحادات الفروسية لتوحيد التوجه إن شاء الله لخدمة رياضة الفروسية، وأتمنى من الله سبحانه يوفق الجميع. سوف يكون فعال هذا الاتحاد، سوف يكون حاضر بإذن الله في جميع الدول العربية، سواء عن طريق المنافسات أو عن طريق وضع آليات لتسهيل عمليات مرور الخيل بين الدول العربية إن شاء الله بالتعاون مع وزارة الزراعة في الدول المعنية. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة رياضة الفروسية. كما تم في الاجتماع اختيار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رئيس الاتحاد المصري للفروسية هشام حطب، ورئيس الاتحاد اللبناني الجنرال سهيل خوري نائبين للرئيس، ورئيس الاتحاد الجزائري محمد زبير نائبا ثانيا للرئيس.
ما زلنا مشاهدين في أجواء الاجتماع في الرياض. طبعاً رؤساء الاتحادات العربية الفروسية أبدوا بإعجابهم بمبادرة صاحب السمو الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله. خلينا نشوف سوا كيف أبدوا إعجابهم باللقاءات القادمة. يعني الواقع أن الاتحاد العربي سابقاً طبعاً كان عنده خطط وكان عنده تمنيات، ولكن أنا بعتقد لظروف ما بعرف إذا كانت خارجة عن إرادة الجميع، الاتحاد العربي أصبح شبه غير موجود، وصاروا حوالي 8 سنوات يعني غير موجود الاتحاد العربي. وطبعاً عدم وجود الاتحاد العربي يعني ما في أي تواصل بين الدول العربية بين بعضها، ما في أي دعم للاتحادات العربية بين بعضها، ما في أي دعم للفرسان. في عنا مشاكل بالفروسية بحد ذاتها، للخيول، منها التنقلات، منها الحجز الصحي. كل هالمشاكل هيدي كان من المفترض أن الاتحاد العربي يقوم أو يسعى على الأقل إلى حلها إذا ما أنا بحلها كل سوا. اليوم عدم فعاليته وغيابه أدى إلى وقف كل هذه المشاريع. اليوم بوجود سمو الأمير عبد الله بن فهد كليتنا أمل على أنه أولاً هو كان صاحب مبادرة دعانا إلى هذا الاجتماع، يعني ما حدا طلب منه يدعينا، هو صاحب مبادرة. صاحب المبادرة معناته هو عنده النية الصافية والطيبة أنه يرجع الاتحاد العربي يكون فعال ويحل هالمشاكل اللي قلت لك عنها موجودة. وأكبر دليل على ذلك أعلن عن دعم عدة بطولات برياضة الفروسية، منها القفز، منها التقاط الأوتاد، منها التحمل، دعمها وإقامتها سنويا في بلد من البلدان. وهو باشر قبل هلأ بحل مشاكل التنقلات بين الدول العربية ومشاكل الحجز الصحي اللي مفروضة على بعض الدول العربية. الحمد لله احنا توفقنا النهاردة، يعني الهدف من الجمع ده ان عشان نقدر ندفع الرياضة العربية لقدام، وبالذات بعد ما الرياضة العربية في الفروسية تقدمت جدا وبقى والسعودية دخلت قبل كده 5-6 دورات أولمبية، ده شرف للعرب كلهم. ودي دولة قطر النهاردة بتدخل الأولمبياد، وكان سبق الموضوع دي في من الستينات والخمسينات والأربعينات المنتخب المصري كان موجود في هذه الأوقات، وإحنا برضو مصر شاركت في خمس دورات أولمبية سابقة. نأمل أن هذا الجمع الكبير من العرب اللي قادرين يوصلوا لهذا المستوى لازم بقى لهم تواجد على المستوى العربي بتاعهم كوسيلة للنهوض لأعلى مستوى العالمي في الفروسية. سمو الأمير الحمد لله النهاردة قدر يوصل بالموضوع ده لهدفه بإذن الله بالتشكيل المبدئي للاتحاد العربي للفروسية. هيبقى لمدة سنة، نأمل أن كل من اشترك في التشكيل ده يقدر يعطي في السنة الجاية دي، نقدر نشوف مدى عطائه للفروسية العربية، مدى عطائه للرياضة الفروسية اللي هي هتنتج أبطال عالميين يمثلوا العرب في المحافل العالمية. إن شاء الله نعد أن احنا هنبقى عند حسن ظن سمو الأمير بأن احنا نقدر ندعم الفروسية في مصر دعم كامل. احنا خدنا تكليف من سمو الأمير ونعتبره تكليف وتشريف لنا كمان، إن شاء الله نعمل الدورة العربية الأولى عندنا في شهر مارس أو أبريل القادم في رياضات هتضم الفروسية والتقاط الأوتاد والقدرة والتحمل والترويض وكل ما يجد في مجال الفروسية. هذا الاجتماع الطيب المبارك الذي انعقد هذا اليوم قد انتخب بالإجماع سمو الأمير رئيس الاتحاد السعودي للفروسية أن يكون رئيس الاتحاد العربي للفروسية. إن شاء الله بهذه الخطوة الطيبة وبهذه التزكية وبهذه الروح الممتازة التي كانت يدار بها النقاش والحوار حول كيفية تطوير هذه الرياضة محليا وعالميا، إن شاء الله ترى النور بالاحتكاكات وبالمقابلات وبالمنافسات التي ستتم إن شاء الله بين الدول الأعضاء. كانت هنالك حوالي 11 دولة عربية وبقية الدول المعتزرة، ولكنها أيضا مؤيدة لقيام هذا الاتحاد. إن شاء الله يشهد هذا الاتحاد نشاطا حثيثا إن شاء الله في الفترة القادمة لتطوير هذه الرياضة التي نحبها والتي تعتبر رياضة الآباء والأجداد. من أهم الخدمات اللي نحن بحاجة إليها محاولة تذليل الصعاب في فتح الحدود بيننا وبين دول الخليج.
عندنا حظر مفروض علينا، ونأمل بأنه هذا الحظر الموجود علينا بأسرع وقت ينجلي، لأنه له آثار سلبية كثيرة. خيل الخيول كلها لم تعد تستطيع أن تشارك في دول الخليج. في فلسطين نشأة الاتحاد هي قديمة، ولكن وجود الاحتلال كان حقيقة يدمر المنشآت، يقتل الخيول، وبالتالي لم يكن هناك إمكانية لأن نكون بمستوى الدول الأخرى. ولكن الدعم العربي حقيقة كان لأكثر من مرة، بحيث أنه لدينا الآن رياضة الفروسية منتشرة بشكل كبير، القفز عن الحواجز، الدرساج. لدينا في القفز عن الحواجز أبطال شاركوا في مباريات في العالم. أيضا لدينا في موضوع الجمال حقيقة ما ننظمه الآن، لدينا 11 بطولة نظمت في فلسطين في الجمال في مستوى يعني فاق عن العالمية حقيقة، وهذا بشهادة الإيكاهو وليس بشهادة فلسطين. لدينا أول بطولة حقيقة راح تكون أيضا بطولة لفلسطين ب 26/11 إن شاء الله، وستكون أيضا بإشراف الإيكاهو. وحقيقة لدينا إشكالات إن شاء الله سنتجاوزها فيما يتعلق بسجل الأنساب، حيث أن البطولات القديمة التي كانت تقام في فلسطين كانت تسجل لإسرائيل، وإن شاء الله بدعم الاتحاد العربي وسمو الأمير والأخوة العربية أن يكون لدينا سجل أنساب للخيل الفلسطينية. الاتحاد الإماراتي للفروسية عقد مؤتمر لتغيير قوانين قفز الحواجز. طبعا هذا المؤتمر كان موجود في نادي الشارقة للفروسية. قابلنا الأستاذ فيصل، الأستاذ فيصل قال لنا إيش بالضبط القوانين اللي غيروها اللي تخص الفرسان. إذا حابين تعرفوا أكثر عن القوانين الجديدة خلينا نشوفها سوا في اللقاء القادم. نظام اتحاد الفروسية ورشة عمل تعريفية بالقوانين الجديدة لقفز الحواجز والتعديلات الخاصة بالقانون المحلي، وأقيمت الورشة على مدى يومين في كل من نادي الشارقة للفروسية ونادي أبوظبي للفروسية في الأسبوع الماضي بحضور الأمين العام المساعد لاتحاد الفروسية الإماراتي فيصل العلي وعدد كبير من الفرسان والمدربين والمهتمين برياضة قفز الحواجز. وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بالقوانين المستجدة لتطوير رياضة القفز ومناقشة وشرح جميع الاستفسارات حول هذه القوانين، حيث تم خلال الورشة عرض التعديلات الخاصة بالقانون المحلي لرياضة قفز الحواجز وحصر فئات المشاركين بالدوري المحلي لقفز الحواجز الموسم الجديد 2015 و2016. طبعا الاتحاد الامارات الفروسيه باذن الله احنا جاهزين لاستقبال ان شاء الله الموسم 2015 2016، وجاهزيتنا ان شاء الله على قولتهم 100% باذن الله لاستقبال الحدث هذا. وطبعا لا يخفيك ان السنه هاي ان شاء الله تكون في مشاركات كبيره من عكس الزياده خلينا نقول على الاعوام السابقه من فرسان جداد، حتى جتنا بعض التسجيل بفرسان جدد يبون ينافسون في الدوري، لان الدوري مالنا تقريبا يعتبر الأغلى في العالم من ناحية الدوري كمحلي من قيمة الجوائز وكذا، والأعداد اللي موجودة فيه يعتبر خلنا نقول مثل انترناشنال بطولة. طبعا دور الاتحاد مبني على أسس معينة اللي هي دعم الرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك الفرسان بكافة أنواعهم، وحتى نقول فئة معينة منهم اللي هي حتى ممكن نقول ركزنا عليها السنة اللي هم الشيلدرن، بحيث ان نحاول كيف نقدر نطور من 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 مهاراتهم عشان يوصلون المراحل التدريجيه في المنافسات ان شاء الله المواسم القادمه. ودورنا طبعا بتوجيهات سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفه ان ندعم هذه الرياضه دائما بشكل خاص بحكم انها رياضه اولمبيه. واحنا خطط الاتحاد باذن الله بالتعاون مع الاخوان كلهم الحمد لله، استشرنا مثل ما تقول اليوم معاهم في جلسه ندوه، عرفناهم بالقوانين الجديده اللي هي راح ان شاء الله تنطلق للموسم هذا، وكذلك اللي هي خلينا نقول عملنا في الكلاسات في الاشواط ان هي حمايه حق كل متسابق في فئته، بحيث انه ما في اي فارس من مثلا فئه معينه من كاتيجوري مثلا الكبار يقدر ينزل في الصغار وياخذ الجائزه. هاي الاجتماعات كثير مهمه، وفي هاي الاجتماعات يعني دعوا اول شيء الفرسان والمدربين
والملاك والإداريين في النوادي في الدولة. فهذيلا شركاء جميعا في تطوير هذه الرياضة، ووايد مهم ان كلهم حضروا اليوم وسمعوا وفي نفس الوقت عطوا آرائهم واقتراحاتهم على القوانين الجديدة. القوانين الجديدة انا اشوف نحن متقبلينها، ويمكن لا تغييرات بسيطة، بس نحن بنشوف نحن نسعى لتطوير هذه الرياضة في البلاد. فإذا ما تبتدي مع قوانين جديدة، اللي هي يعني القوانين القديمة اللي موجودة عندنا تقريبا من 4-5 أو حتى 6 سنين ما تغيرت، فالرياضة تتطور وعدد الأشخاص اللي يجونا من برا بعد العدد يزيد، والرياضة ما شاء الله تطورت بشكل كبير في البلاد في آخر 5 سنين، فلازم القوانين بعد تتطور في نفس الوقت. في فئة الخيول الصغيرة هاي السنة، التغيير اللي صار الموسم اللي طاف كانوا فئة الخيول الصغيرة اللي هم 4 و5 سنين يشاركون مع فئة المبتدئين، وفئة ال5 و6 سنين يشاركون ويا فئة الخيول الصغار سمول تور. هالموسم الخيول الصغيرة لهم فئة لوحدهم، والجولة ما تكون على الوقت، إنه بس كلير راوند تكون خالية من نقاط الجزاء، والمسافة بين الحواجز هي بتكون مركزة للخيول الصغيرة، ما بتكون مسافات طويلة أو مسافات قريبة لتطوير الخيول. والشيء الثاني اللي هم الفرسان الكبار، الفرسان الميديوم والبيج المحترفين، سمحوا لهم أن يشاركون ويا بعض. الموسم اللي طاف كان في ناس من فئة الكبار المحترفين عندهم خيول يقفزون 1.30 متر ما قدروا يدخلونها في الكلاسات الصغيرة، ونفس الشيء في الفرسان في الكلاس الميديوم اللي عنده 1.30 متر يمكن عنده خيل تقفز 1.40 متر و1.50 متر ما سمحوا له أن يشارك ويا الفرسان الكبار. فهالموسم يعني التغيير مسموح للفئتين يتخالطون ويا بعض. فأنا أشوف هالقانونين تغيير في القانون بيطور إن شاء الله في الرياضة. يا ابني تعال عامل لي فيها أسد، ده انت حتة بوني. خلينا نروح فاصل مشاهدينا ونرجع. بعد الفاصل تتابعون يوسف الطريف أسست الإسطبل بالفرس زهرة سارة، نادي أعيان للفروسية نختص بتدريب الصغار والسيدات. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعاً يوسف الطريف وشريكه مشيوا على هذا الحديث، بدأوا فتحوا اسطبل، بدأوا بفرس واحدة كان اسمها زهرة سارة، واليوم عندهم اسطبل كثير كبير في السعودية. إذا حابين تعرفوا قصة يوسف وشريكه خلينا نشوفها سوا في التقرير القادم. والله كانت بداية الاسطبل من عام 2013، وكانت هي هواية، وكنت أتابع سباقات الخيل عن طريق التلفزيون، وكنت حاب أدخل المجال هذا عن طريق السباقات الخيل. فاجتني الفكرة مع الأخ العزيز رضا الخلف، وهو أخ وصديق وشريك
فجتني فكرة فطلبت منه أن ندخل مجال الخيل كبداية بس عن طريق فرس أو حصان يكون جاهز للسباق. فبدينا الفكرة هذه وبدينا دخول الخيل مجال الخيل دخول في مجال الخيل عن طريق فرس بالطايف كان اسمها زهرة سارة، وبدينا فيها من عام 2013 ودخلنا فيها وشرينا الفرس هذه. وكان أذكر عام 2013 كانت هي باسم أخوي رضا الخلف، ودخلنا بالفرس هذه والحمد لله توفقنا فيها وفازت من عام 2013 و2014 تقريبا 5 مرات وكسبت سيارات وكسبت جوائز والحمد لله. من هنا كانت البداية، ومن هنا كانت بداية حبي وعشقي للدخول الخيل. كان عندي عام 2015 هو عام تأسيس للإسطبل، ما كان في هذيك الإنجازات، كان هي عام تأسيس، وإن شاء الله إن شاء الله بالنهاية 2015 و2016 احنا هنركز على السباقات وبنركز على الإنتاج المحلي. وعندي فرس مستوردة كسبت بالطايف جائزة تقديرية اللي هي جائزة نادي الفروسية، والحمد لله توفقنا فيها وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله. والله الحمد لله يعني راضي كتجهيز خيل لي لسباقات الرياض أكثر من هي مشاركة بالسباقات الطائف. فكانت إحنا فكرتنا أن بنكون تجهيز الخيل بالطائف وأن يكون مشاركتنا وتركيزنا إن شاء الله على سباقات الرياض ميدان الملك عبد العزيز إن شاء الله. الإسطبل عندنا نملك إحنا تقريبا الآن حدود 20 راس من الإنتاج ومن السبق ومن المستورد ومن التوليد. يوجد عندنا الآن نوعيات ممتازة فاخرة، والحمد لله الآن إحنا عندنا تركيز على التوليد وعلى الأمهار اللي تكون ناشئة من الإسطبل عندنا وتشارك بالسباقات بإذن الله خلال السنتين والثلاث سنوات بإذن الله. والله الآن الحمد لله عندنا إحنا خدمات مجهزة بالكامل، من خدمات الإنتاج من خدمات الأمهار خدمات المستورد. عندنا بالنسبة لكل فرس أو كل جواد أو كل حصان أو كل رمكة في تجهيز كامل لها، من نوعية الأكل، من نوعية السايس اللي يخدمها، وكل حصان عندنا له سايس تقريبا خاص يقوم بخدمة الحصان هذا، سواء إذا كان حصان سبق أو إذا كان إنتاج أو إذا كان مستورد. بالإضافة إلى توجد عندنا صيدلية الحمد لله مجهزة بالكامل للخيل اللي موجودة عندنا، بالإضافة إلى هي يسموها الزيارة الدورية للطبيب للخيل، تكون تقريبا أسبوعيا يزور الدكتور الخيل بالكامل ويفحصها بالكامل. والحمد لله الآن الحمد لله الخيل أمورها سليمة والحمد لله، وعندنا الخيل الحمد لله الله الحمد لله وفقنا بخيل ممتازة. أنا أعتبر عامل الخيل كأني عامل إنسان. الخيل تقدرين تعالجينه بالطب البديل، الطب النبوي وبالأعشاب، وتقدر تعالجينه حتى بالطب البشري. فأنا من الناس اللي يؤمن بالطب البديل، بحكم البداية أثرت على بداية الإسطبل وحبنا لسباقات السرعة هي اللي خلتنا نركز فيها. بالنسبة للخيل العربي والجمال والمشاركة بالسباقات إلى الآن والله ما دخلنا فيها ولا فكرنا فيها، لكن ما يمنع بالمستقبل أن نكون إن شاء الله داخلين فيها، لكن بعد دراسة متأنية. الحكومة ما قصرت، تهيئة جميع السبل اللي توفر للإسطبلات أي شيء تحتاجه من كهرب، من ماء، من تجهيز، من خدمات. الحمد لله الحكومة ما قصرت معنا، جهزت لنا جميع الخدمات هذه. بالإضافة إلى نادي الفروسية ما قصر، أعطانا دعم أن نكون من ملاك الخيل، وأعطانا إسطبلات نجهزها للإنتاج وللسبق وللخيل المستوردة. فأعتقد من الناحية هذه الحكومة ما قصرت، لا من طرف حكومة خادم الحرمين الشريفين ولا من طرف نادي الفروسية. والله أطمح إن شاء الله التوفيق من رب العالمين هو أول شيء، ونطمح إن شاء الله للدخول بالسباقات والنتائج الطيبة. أنا ما أطمح إلا التوفيق من رب العالمين أهم شيء، والنتائج تجي بعد التوفيق. في كثير من الحريم حابين يركبوا خيل وأطفال،
طبعا في اسطبل الاعيان اللي موجود في الامارات قابلنا صاحبه، هذا الاسطبل مختص بتدريب فقط النساء والاطفال، علما مشاهدينا انه هذا الاسطبل في بدايته كان اسطبل خاص، يعني اسطبل حق مالكه فقط، والان تحول الى مدرسه تدريب خاصه بالنساء والاطفال. اذا حابين تعرفوا اكثر عن اسطبل الاعيان خلينا نشوفه سوا في التقرير القادم. بدايةً حابني أشكركم على تواجدكم عندنا، هذا شرف كبير لنا أنكم متواجدين معنا وتغطون معنا الحلقة اليوم في أعيان. بخصوص اسم النادي، كلمة أعيان معناتها تميز، أعيان القوم هم أشراف القوم، فهي تميز بأسلوب آخر. تأسيس النادي قمنا بتأسيسه في 11/11/2011، حاولنا الاسم يكون مميز، تاريخ يكون مميز، عسب نطرح شيء مميز فيه في دبي وفي الإمارات. اختصينا بالسيدات والأطفال. السيدات بداية نحن ما نعزل العنصر النسائي عن الرجال، بالعكس نحن نطلع ديزرت هاك ونشارك في الماراثونات، طبعا هناك الرجال موجودين والنساء موجودين ويشيلون سروجهم ويتعاملون معنا مع الآخرين بكل أريحية، لكن بغينا نوفر مكان أو بيئة لتطوير مهارتهم، ليكون فريق خاص للسيدات سواء من ناحية التدريب، من ناحية التدريبية أو من ناحية الانديورنس. والأطفال، الأطفال نقطة كلها في الأطفال، الأطفال هم الأساس. إذا أسست الإنسان بشكل سليم ما أسس عليه شاب عليه، فتأسس الطفل من هو صغير كفارس، كثقة بالنفس، وبعدين تبعدهم عن الجو الحاصل في الوقت الحالي، آيباد ولا تليفون، يرجعون إلى الرياضة، يرجعون إلى لمس الأشياء، يرجعون إلى التفكر، إلى البحث. نحن في النادي نأسس الرايدر أو الفارس، أول شيء البيجينر، أول شيء تعامل مع الخيل، يجي كيف يأكل الخيل، كيف يضع السرج مع الخيل، لكسر حاجز الخوف. أنت يوم تشوف هذا الكائن العملاق تخاف، يعني كيف بتحكم فيه، أنا كيف بركب هذا الحصان، ممكن يجفل فيني، يمكن أطيح. فتبدأ تسوي عملية تعارف بين الخيل وبين الفارس. بعد ذلك يوصلون إلى مرحلة الأرينا لتعلم أساسيات ركوب الخيل. طبعا ركوب الخيل وضعيات حركة رجل الخيل يجبر الفارس بوضعيات أخرى. في الأرينا نحاول نركز على هاي الأمور مثل التروت، الأب داون مثل ما أنتم شايفين في الفرسان اللي خلفي، مثل الكنتر بعد ذلك، كيفية حركتهم مع الخيل. بعد ما يتقنون هذه الأمور وترفع الثقة بالنفس، أنت في يوم تكون في مكان مغلق مثل أرينا أنت ثقتك بنفسك أعلى، إلى أن تحاول تتمكن. وغالبا الخيول اللي تبدا مع البيجنر خيول هاديه، يعني في خيول تعلم، في خيول تنفر الانسان، يعني طفل اذا رجع وركب من اول مره وطاح سقط من على الظهر ممكن ما يجي والده ما يجيبه مره ثانيه، او هو يجي وهو خايف. فانت لازم تشوف الخيل اللي تناسب الاطفال هذه او تناسب المرحله اللي انت دخلت، سواء اطفال او سيدات او حتى رجال. فبعد ما يملك الفارس ثقته بنفسه ويعرف اولويات بداية ركوب الخيل من وضعيات، ينتقل إلى المرحلة الثانية اللي هي الديزرت هاك. في الديزرت هاك تركب في مكان مفتوح، ممكن الخيل يجفل، ممكن شيء يتحرك أمام الخيل، ممكن صوت السيارة يكون عالي. فأنت خلاص أنت تأسست بشكل سليم، ممكن أنك تأدي في الديزرت هاك. ما يختلف تدريب الفارس عن الفارس، بالعكس في فارسات ممكن مثل ما نقول نحن حرمة عن 10 ريايل، تتقبل أسرع، تستوعب اسرع، ولياقتها تكون اعلى حتى من يعني عنصر. انت تتكلمني عن رجال ونساء، مرات النساء يكونوا متفوقات حتى على الرجال في هذا المجال. يعني شفنا فارسات جابوا مراكز كبيره، حققوا مراكز حلوه حتى في سباقات المواطنين، في احيانا فارسات يطلعن في المركز الاول. طبعا الركوب في الماراثون مش يعني معناته الحصان هو اللي كمل السباق، بالعكس ممكن نفس الحصان في فارس يركبه ما يقدر يكمل عليه. تعاملها مع الخيل غير، إحساسها بالتعامل مع الخيل غير، يعني تعرف توجه الخيل التوجيه السليم. فما في أي اختلاف سواء رجل على الخيل أو مرأة أو طفل، دام إنها هي واثقة من نفسها، دام إنها هي حابة إنها تكمل، عندك إصرار، عندك قوة تحمل، أنت حاط في بالك هدف عايز إنك تحققه،
بتوصل. نحن إنشاء نادي أعيان يعني مش إنشاء مزرعة لركوب الخيل أو حتى نادي لركوب الخيل، نحن الفكرة إنشاء أكاديمية لركوب الخيل، أكاديمية تعلم الفروسية أو التعامل مع الخيل، الخيل والإنسان من الـ A to Z، من الألف إلى الياء. بداية تعاملك مع الخيل، ثانيا ركوبك للخيل، الطب في الخيل، البيطرة. فحابين أن الفكرة المستقبلية إنشاء أكاديمية لركوب الخيل، أكاديمية للتعامل مع الخيل. نكمل باقي فقراتنا بعد الفاصل، لا تروحوا بعيد. بعد الفاصل تتابعون أحمد الحضرمي، أعشق الخيل لذلك احترفت تصويرها. أحلام تخوض مرحلة التدريب وقفز الحواجز يحتاج لنفس طويل. من فارس قدرة محترف إلى مصور فوتوغرافي محترف، ولكن ما ابتعد كثير عن أجواء الخيل. المصور أحمد الحضرمي كان فارس في ميادين السباقات، واليوم هو فارس بعدسته. إذا حابين تعرفوا أكثر أحمد الحضرمي خلينا نشوفه سوا في اللقاء القادم. بداية أبوي دخلنا نادي تعلمنا الفروسية فحبينا الرياضة فاشترينا خيول فبدينا من هذاك نحن صغار عمارنا يمكن 10 سنوات 12 سنة نبدأ في الخيول. فأنا كبرت الحين زاد وزني، القدرة يبالها وزن معين خفيف عشان الخيل، فبدل ما أقعد وأطالع الناس تركب خيل ولا أتابع السباق قلت خلنا أسوي شيء في هاي الرياضة، قلت خلنا أصور. فشفت إن في موهبة في شيء فعجبني صراحة، عجبتني يعني هذه الموهبة، هذه التصوير كثير حلو صراحة، أحب الرياضة هاي. وقبل كنت لما أركب كانوا مصورين يصورونا ما نحصل الصور، ما نقدر ما كنا نحصل فيه صور أبد للحين، فضوح عندي يكون ذكريات من زمان، فقلت أنا بصور وبعطيها للشباب إن شاء الله لما يكبرون بعدين وهذا يشوفون صورهم يعني. بس يعني ما كبيع لا، جاءوا ناس وقالوا الصور حلوة كثير والزوايا كثير حلوة، حتى لو تشوف أغلب الصور كلها ابتسامات تفرح الواحد. هو الأفضل أن المصور الخيول يكون يعرف بالخيول، لأن أكثر المصورين الحين بس ما يجون يصوروا الخيول، يجون يصوروا الشيوخ اللي تحضر تشوف الخيول. فأنا لا اثنين يعني الشيوخ والخيول، فحتى لو الشخص اللي ما يعرف الخيول يروح يصور خيول ما يعرف يصور، حتى تشوف الصور كلها مش واضحة وزوايا غلط، وتطلع صور بالتليفون يمكن أحلى تطلع. هو أكثر سباقات في البر، فلازم تكون عندك سيارة فور ويل، وإذا ما عندك سيارة فور ويل أقعد في القرية واستنى الخيل لما يجيك وتصوره هناك. فأنا أطلع بسيارتي يمكن آخر سنتين بديت أغرز، لأن أنا الحين صار لي 5 سنوات أصور فيها رياضة بسيارتي الخاصة. مشاهدينا لفقرتي أنا ومدربي، مدربي الفارس أحمد الجنيبي اليوم أعطاني الدرس الثاني في قفز الحواجز،
وخلاني أبدأ أقفز ولكن على الحواجز اللي موجودة على الأرض، لأنه أحمد قال لي إنه هاي الطريقة بتشجع الخيل والخيال. إذا حابين تعرفوا أكثر عن قفز الحواجز والدرس الثاني، خلينا نشوف سوا التقرير القادم. اليوم بديت الدرس الثاني من تدريبي على قفز الحواجز مع الفارس والمدرب أحمد الجنيبي. ها أحمد، اليوم إن شاء الله أن احنا نعيد الدرس الأول اللي هو أهم درس أنا أشوفه في رياضة القفز، الموازنة. أي نعم، في رياضة قفز الحواجز أهم درس أنا عندي، فإحنا هذا ممكن نكرره أسبوع أسبوعين ثلاثة إلى أن نوصل أنك يعني وازنتي مع الخيل. أنا أعتقد أنه هو الأساس وهو الأهم، اللي بعده بيكون اسهل، لكن هذا بيكون اصعب شيء، ونحاول نكرره كذا مره. وانت اللي انت حتركز لي على الموازنه تبعي مع الخيل اساس اقدر اسيطر على الخيل اكثر. هي طبعا اهم شيء، اهم شيء انك تسيطرين مع الخيل وانك تحطين الخطوات اللي انت تختارينها، لان قفز الحواجز اني انا كيف اختار الخطوات، كيف اختار المسار. يعني احمد اليوم حتعطيني مره ثانيه الموازنه عشان تصير حركتي احسن مع الخيل. هذا انا اقول هو الاساس، فلازم نركز عليه اكثر. طب ايش حتعطيني غير الموازنه اليوم؟ انا اقول اكثر نركز على الموازنه ونغير السرعات في الموازنه، الموازنه اصلا فيها كل شيء، فيها السرعات، فيها التركيز، فيها حتى كانك يعني تشوفين الخطوه القفز، فيها كل شيء، مو فيها يعني خشبه على الارض، لازم اقفزها ولازم اسوي خطوات صح ولازم اقفز الثانيه. فهي مو يعني موازنه بس، لا، فيها قفز لكن كلها ارضي، مثل يعني تدريب أرضي. أوكي، يعني اليوم راح تحط لي هذا الخشب على الأرض؟ نعم، علشان يعني هي هاي أول خطوة عادة يعني اللي تخلي أول خطوة فيها على خطوة. وبعدين أصلاً هي ليش تقول الخيل، يعني مفيدة للفارس مفيدة للخيل، الخيل نفسه بعد يركز على البارات، يحترم رأي الفارس، متى ما يقول له يعني خف السرعة يخف معاه، وبي يعني خلاص شاف الحاجز يهجم عليه، لا، ينتظر دائماً الأوامر من الفارس. فهذه مهمة للفارس وللخيل. احنا دائما بعد فتره نرجع للبارات اللي على الخشب اللي على الارض ونمرن الخيل بين فتره ضروري لنا وللخيل. طب مشاهدينا راح نبدا مع احمد، اشوف كيف حيعلمني على القفز، ولكن مش من فوق، القفز من تحت. راح يحط لي بارات على الارض، راح يعلمني، راح يهيئني فيها للقفز سواء كنت انا او حتى الخيل. خلينا نشوف سوا. ايوه، الوضعيه هذه زينه، خليك معاه، نفس الشيء، ريلك دائما في بطن الحصان، دائما الريل شغال، دائما الريل قويه في بطن الحصان، حاولي تغيري السرعات، مره سريع مره بطيء، اسرع اسرع بعدين بطيء، غيري السرعات، سريع بطيء، سريع بطيء، يوم تروحي سريع حاولي توقفين شوي، جسمك بالطريقه هاي صح اوكي، ومرات لا روحي غيري الوضعيات، يوم تخفين السرعه دامني سريع روحي، يوم تخفي السرعه أوه 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 أوه. واخف واخف، غيري وضعياتك دائما. ريل ريل، مرة ثانية، كملي كملي كانتر، أحسن، شوفي وين رايحة، شوفي شوفي الحاجز، يدك هنا، يدك تحت، شوفي فوق، وقفي سيدة الحين، وقفي سيدة سيدة سيدة، ايوه، ريل 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 ريل، ايوه ريل ريل، اقوى في الريل، احسن، اوكي، الصوب الثاني، وقفي، حطي ايد وريل مع بعض قوية عشان ما ترجع ترول. اوكي، واحد، اثنين، ثلاث، اربع، خمس، ست. ست خطوات. احمد، كيف شفت ركوبي اليوم؟ اليوم ممتاز، يعني بدينا نسوي ست خطوات اللي هي الاداء العادي. كان ممتاز، جيتي في النص، خلصتي في النص. السيطرة بعد الحاجز بعد كانت ممتازة،
أنا ودي الحين بعد الست نسوي السابع والثمان اللي هي كيف نسوي سبع؟ نبدأ نضغط بالليد وبالريل قد ما قويت إيدك يعني قوي ريلك يعني أشدها؟ أشد العنان لورا؟ مرة كانت بتوقفي الحصان أوكي لكن في المقابل في ريل تدفعه تخليه صغر الخطوة مثل ما قلنا أول يوم خليه السبرينج أصغرها صغرة أضغط هني وأضغط بالريل فالخير شي بيسوي بيحاول الكانتر الصغير الكانتر الأصغر أقدر حتى أوصل المنطقة يعني مثل مكانه الكانتر الصغير طيب أحمد أنا وأنا قاعدة أخذ لفات عند الحواجز هذيل الصغار على الأرض مرات أحس نفسي متمكنة ويمشي ومرات أخاف أخاف لأنه الخيل لما يوصل كثير يتحمس أنا ليش قلت لك الدرس هذا ينفع للخيل والفارس الخيل طبيعتها تشوف الحاجز تحاول تطلب الحاجز تحاول تروح شوي تزيد السرعة تزيد القوة عليك فالتدريب هذا أصلاً يفيده هي انك لا تقولي لا ممنوع انا اعطيك الاوامر هي تطلب تروح لا ممنوع اخف السرعه ولازم تستجيب للحركه هذه طبعا مو بنا اول يوم ثاني يوم حتى انت مو بنا اول يوم ثاني يوم تسويها بسرعه هذه ما لها تكرار مع التكرار اي نعم فهي صعبه ادري انها صعبه لكنها اساسيه تخيل القفز لازم الواحد يكون معاه كثير هادي هادي وهو اصلا يعني مو مثل الخيل اللي ام الدربه ما تعرف لا لا خيل جاهز هي اصلا من تقولي شوي شوي تخف روح يجوز وفارس القفز أصلاً بعد لازم يكون يتعلم إنه يكون هادي مع الخيل يعني أنا ما أحتاج أسوي ست خطوات أو السبعة أو الثمان طريقة إني يعني بزيادة من اللي وخشع الخيل إحنا نقول لا لا ما راوي الناس الفارس المحترف هو يسويها هو شيء بسيط يعني شوي خيل خيل شوي ويروح نفس الشيء فهذه هي أصعب ليش قلت لك أصعب مرحلة هذه إحنا بنعيدها لين إن شاء الله نتعلمها طبعاً مشاهدينا هذا كان الدرس الثاني مع المدرب والفارس أحمد الجنيبي علمني بأول درس على الموازنة والدرس الثاني علمني كيف أنا أسيطر على الخيل وأتحكم بالخيل من خلال اللجام علمني بداية على القفز على قفز الحواجز الصغيرة اللي على الأرض اللي شفتوها الخشبات الثنتين أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هاي المعلومات واستفدتوا من التعليمات اللي أعطاها المدرب والفارس أحمد الجنيبي ودائماً نذكر اللي ما قدر إنه يشوف هاي التعليمات يقدر يشوفها على اليوتيوب طبعاً مشاهدينا أنا وهذا البوني الحلو نحب نقولكم أنه إحنا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم مثل ما أنتم شفتوا مشاهدينا اليوم حلقتنا كانت شوي مختلفة من ناحية التقارير اللي كانت موجودة فيها تعرفتوا على اسطبلات وتعرفتوا على تعليمات أيضاً كانت تخص الخيول وشفنا مناسبات مؤخراً كانت موجودة في السعودية أو حتى في الإمارات إذا مشاهدينا دائماً نتذكر اللي ما قدر إنه يشوف حلقتنا يقدر إنه يشوفها على موقع اليوتيوب تقدروا إنكم تتواصلوا معنا على مواقعنا مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وإنستغرام طبعاً أنا مبسوطة على شعره لأنه هو مستشورين لغرته طبعاً مشاهدينا هذه تحية مني لكم ومن البوني هذا العسل وفي أمان الله ما زلنا رياضة قفز الحواجز في ركوب الخيل هي قفز حواجز في ركوب الخيل بالضبط تغيرت قوانين قفز الحواجز طارت الطيارة طارت الطيارة عن قفز الحواجز والدرس الثاني خلينا نشوف سوا التقرير القادم